تحت رعاية سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، نظمت هيئة التخطيط والتطوير العمراني ورشة عمل تعريفية للقطاع الحكومي والخاص حول مستجدات مشروع تحديث التصنيفات والاشتراطات التنظيمية للتعمير في مملكة البحرين من أجل تحقيق مستقبل عمراني مستدام وتطوير مستوى التنمية والتعمير في مملكة البحرين. هذه الورشة جمعت عددا من المختصين في القطاع الحكومي والقطاع العقاري لاستعراض أبرز المستجدات حول مشروع تحديث التصنيفات والاشتراطات التنظيمية للتعمير. جملة من التحديثات على قوانين البناء والتعمير طرحتها هيئة التخطيط والتطوير العمراني بهدف الحفاظ على شكل البناء والتعمير للمدن المستدامة في مختلف مناطق مملكة البحرين وتوحيد متطلبات التعمير والتنمية العمرانية المستدامة. هذه المبادرة من اللجنة العليا للتخطيط العمراني برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للتخطيط العمراني، وتأتي لتواكب النهضة العمرانية في المملكة، وأن تكون هذه الاشتراطات مواكبة لتطلعات التنمية ومتطلباتها في الفترة القادمة. لا شك أن اليوم الورشة اللي نظمت هيئة التخطيط والتطوير العمراني تأتي في انطلاق حرص التخطيط في تجديد مشروع تحديث البرامج والاشتراطات التنظيمية للتعمير، وهذه يعني نقلة نوعية بالنسبة لاشتراطات التعمير في مملكة البحرين. واليوم الحكومة تعمل مع القطاع الخاص تشاركهم التصانيف الجديدة، وهذا شيء راح يعكس على الاستخدامات والمعايير، هذه راح تعكس على القطاع العقاري ان شاء الله بشكل ايجابي وعلى الاملاك بشكل ايجابي. هذه الخطوه راح الله يسلمكم تعكس الله يسلمكم الشروط التنظيميه لورقه او وثيقه عمليه تحاكي ما هو موجود في ارض الواقع، وطريقه الطرح اللي الاقوام في الهيئه التخطيط العمراني او طريقه المنهجيه اللي اتبعوها راحوا واستشفوا جميع الاراء واستمعوا لجميع المؤثرين في هذا القطاع وترجموا متطلباتهم في هذه الاشتراطات. فهي جدا يعني خطوة جدا مهمة ونوعية، وراح إن شاء الله تدفع القطاع العقاري للأمام. هذه الاشتراطات الحديثة التي تم وضعها بالتعاون مع عدة جهات حكومية سيتم مناقشتها مع المكاتب والجمعيات الهندسية والاطلاع على مرئياتهم ومقترحاتهم بما يتناسب مع المتطلبات العمرانية مما يلبي احتياجات المطورين العقاريين والمستثمرين. هذه الورشة ومشاركتنا احنا فيها كجمعية مكاتب هندسية راح يطفي عليها كثير من الأمور الفنية والتعديلات والتطويرات اللي تتطلبها الاشتراطات التعميرية لتحقيق التوازن العمراني في المملكة. جاءت فكرة ربط الاستعمالات الواردة في المخطط الهيكلي الاستراتيجي المعتمد 2030 بالتصانيف المعتمدة والاشتراطات التنظيمية التابعة لها بهدف خلق منظومة متكاملة وموحدة تدعم النمو الاقتصادي. كون الاشتراطات التنظيمية للتعمير تم اعتمادها في 2009، أي مضى عليها ما يقارب 13 سنة، في الوقت أن احنا نحدث هاي الاشتراطات عشان تواكب المتطلبات العمرانية والاقتصادية. حرصنا في هذه النسخة أن احنا نشرك القطاع الحكومي والخاص، ناخذ مرئياتهم وملاحظاتهم ونضمنها في هاي النسخة. المتحدثون في الورشة أكدوا بأن مشروع تحديث التصنيفات والاشتراطات التنظيمية للتعمير في مملكة البحرين يأتي تحقيقا لمتطلبات التنمية الحضرية والتطوير العقاري وترجمة للسياسات الوطنية الداعمة للقطاع العمراني. تأتي هذه الورشة التعريفية استكمالا لجهود هيئة التخطيط والتطوير العمراني في تحديث التشريعات المتعلقة بالتنمية العمرانية لمواكبة متطلبات التعمير والتطلعات الاقتصادية، وتأكيدا لأهمية إشراك القطاع الخاص من أجل المساهمة في إبداء مرئياتهم وتوصياتهم حول كل ما يسهم في تطوير وتحديث الاشتراطات والمعايير. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.